سي إبراهيم، يمكن تشرح لنا الإجراء الضريبي، الضريبة على الاستهلاك بما يتعلق باستهلاك السكر خاصة في المواد الغذائية؟ نعم، هو هذا المشروع القانون ديال 2023 جاء خلال واحد السلسلة ديال الإجراءات اللي دارت تقريبا من 2018 إلى يومنا هذا، ابتداء بالضريبة على الاستهلاك اللي كانت على المشروبات الغازية وعلى العصائر. وهذا شنو هو الخلفية دياله؟ هو أنه واحد الدراسة كانت دارتها، تقرير كان داروا المندوبية السامية للتخطيط، اللي كينص فيها على أساس أن حوالي 10 المليون ديال المغاربة فاصلة ثلاثة عندهم يا إما السمنة أو شيء ما يقرب من السمنة. 63% نساء، 14% ديال المنظمة العالمية للصحة أطفال. جات ماكنزي وشافت شحال التكلفة ديال هاد السمنة اللي كاينة في المغرب، لقاتها باللي كدير 24 مليار ديال الدرهم ككلفة ديال الأمراض اللي ناتجة عن السمنة، كأمراض القلب والشرايين وأمراض ديال السكري. وكاين تقريبا عندنا يفوق 2 مليون ديال المغاربة اللي عندهم مرض السكري وثم السرطان وواحد مجموعة من الأمراض أخرى اللي كاينة في هاد. فالمغرب مشى في إطار واحد يعني النهج لواحد التوصيات ديال المنظمة العالمية للصحة ان دير واحد الضريبه سلوكيه. هذه الضريبه السلوكيه عندها جوج ديال الاهداف. الهدف الاول هو موجه للمواطنين، كتقول له دي هذه المواد بالنسبه للنسب العاليه ديال السكر اللي فيها فهي مضره للصحه، وبالتالي ما تاخذش هذه، حنا غادي نديروا هذه الضريبه على هذه المواد. نعطوا امثله مثلا المناضل، نعم الشوكولا مثلا، نعم فكاين البسكوي، كاين الشوكولا، كاين لي غلاس دوك يعني، وكاين هذاك المربى الكونفيتور الى اخره. فهادو اللي كيحتويو على واحد النسبه عاليه من السكر، بل ان النسب تختلف مثلا من الاتحاد الاوروبي للمغرب. نفس الشركه هي شركه متعدده الجنسيات، فكتحترم بعض المعايير اللي كاينين في اوروبا ولا تحترمها اللي كاين هنا اللي كاين في المغرب. فكنقولوا الصحه ديال المغاربه يعني الا بغينا نديروا الوقايه راه من هنا باش غتبدا، ما نخليش انا المغربي حتى يمرض عاد نبقى نبني له السبيطارات ونشوف له التغطيه الصحيه الى اخره. فهذه واحد الطريقه وقائيه. هذيك المحصله نتاع هذاك ديك الضريبه كنوجهوها للصندوق التماسك الاجتماعي والحمايه الاجتماعيه. نعم، اذا السنه المقبله هذه المواد الغذائيه اللي كتحتوي كميات كبيره من السكر غترتفع الاسعار ديالها. نعم، هي غادي ترتفع على اساس او ان الصناعه الغذائيه غادي تمشي وتخفض في النسب، لان الا خفضت النسب ما غاديش يكون تضريب، ما يكونش ضريبه. نعطيك الضريبه اللي طبقت اللي هي ديال الضريبه على المشروبات. الا دارت اقل من 5 غرام في كل 100 مليلتر هو كاس، ف 5 ديال 5 ديال الغرامات راه تقريبا هما جوج المعالق ديال السكر. اما الا شفنا اليوم راه كاين اللي عندها 8 10 ديال المعالق ديال السكر اللي كاين، يعني نصف ديال الكاس كله سكر. كاين مواد اخرى اللي هي تقريبا 80% 90% ديال السكر. ولكن فإلا دارت قل من هاد الخمسة ما يكونش تضريب. الا دارت 8 كتكون عندها واحد النسبه قليله. الا دارت 10 غرامات غتكون نسبه عاليه، والا دارت اكثر من 10 غتكون نسبه. اذا حنا كنقولوا الصناعه الغذائيه ديال المشروبات ولا ديال البسكوي ولا الشوكولا الا خفضتي ما غاديش نديرولكش الضريبه. ولكن سي ابراهيم، علاش تم التوجه نحو المستهلك لأداء هذه الضريبة وليس إلى الشركات التي تستفيد من صندوق المقاصة اللي كيدعم مادة ديال السكر؟ هذا قضية ديال صندوق المقاصة، هذا مشكل آخر. الآن تقريبا حوالي هاد الشركات هادو كيستافدوا تقريبا بواحد الدعم ما يفوق تقريبا 400 مليون ديال الدرهم بغير وجه حق. المقاصة موجهة للفقراء ماشي للشركات، وهذا تقصير من الحكومة أنها لم تستردد هاد الاموال ديال المقاصه، وحنا كنشوفوا شحال الملايير اللي كتنفق في المقاصه. هذا موضوع اخر، وهذا قرار اللي خصها تاخذه الحكومه ما خداتوش. لما نتحدث عن الضريبه على الاستهلاك فهذا موجه لانه مجموعه من الدول اللي كندير واحد البيش ماركينغ اللي بهذه الطريقه هذه قدرت تحسن المستوى الصحي ديال الشعوب ديالها، وخاصه هذا لانه كيتسمى مالبوف وما عندوش علاقة غير بالسكر. كاين السكر، كاين المواد الدهنية، وكاين الملح. نعطيكم على سبيل المثال المكسيك، واحد دولة رائدة اللي دارت هاد الضريبة هادي، كاين واحد الانخفاض ديال 27% خاصة عند الشباب وخاصة عند ذوي الدخل المحدود. بمعنى كتقول له هذا واحد النوع من التوجيه ديال هاد الشرائح
المواد اللي هي صحية، ما خصهمش يأكلوا المواد اللي هي ماشي صحية. هذه ماشي مواد أساسية، هذه ما هي خضر، ما هي فواكه، ما هو خبز اللي احنا كنتكلموا على الخبز، يعني المواد الأساسية ما كنتذكروش عليها. احنا كنتكلموا على المواد الغذائية المصنعة اللي فيها واحد الكمية كبيرة من السكر والتي تضر بالصحة. فهذه المسألة دارتها المكسيك، دارتها فرنسا، دارتها انجلترا، دارتها أستراليا، دارتها الدول الاسكندنافية وإسبانيا إلى آخره، وبعض الولايات من الولايات المتحدة الأمريكية. فهذا يعني معمول به الضريبة هذه، وعطات نتائج يعني من ناحية بل أن التجارب التي أجريت احنا عندنا هنا في المغرب تقريبا بالنسبة للياغورت يمكن نخفضه ب 30% النسبة ديال السكر بلا هذاك المستهلك ما يحس باللي كاين واحد الفرق. إذن علاش كنديروا النسبه ديال السكر؟ عرفتي علاش؟ ملي كنتكلموا مثلا على الشوكولا ولا كنتكلموا على الياغورت ولا نتكلموا على لاسميت، لان هذيك الشوكولا غاليه، ومحيط غاليه بدل انه يدير شوكولا كيعمرها بالسكر، وبالتالي كنوليو ناكلوا سكر اسود ماشي شوكولا اللي مخلطه بشي شويه ديال السكر. فنفس الشيء بالنسبه للمواد الاخرى غير على سبيل المثال مثل الشوكولا، ولكن نفس المسائل. وبالتالي كنقولوا ودي هذه النسبه هذه عاليه، وهذا الشيء الاثر ديالو حنا ولا كيبان اللي كنشوفوا الاطفال ديالنا في المسابح ولا في الاخر كيفاش ولاو بواحد السمنه. فالطفل من واحد السن تاع 14 15 سنه وهو يعاني من في الاخر، فهذا كيكون عنده علاقه بهذاك ليسبيرونس دو في، واللي ما غاديش يعيش بزاف وغادي يتعرض لواحد المجموعه خاصه فيما يتعلق بامراض القلب والشرايين. فهذا يعني مثبت بالاحصائيات. فهذا هو اجراء اللي داخل في الوقايه ديال الصحه. وطبعا باش هذه الضريبه تكون عندها معنى فغادي توجه للصحه، وتوجه ان باش تدير هذاك يعني الرياضه الشعبيه، ماشي الرياضه اللي غادي دير الميداليات، ولكن يعني باش يمكن يتصاوبوا دي بيست باش مثلا المشي ولا هذوك الدراجات العاديه ولا الملاعب القرب ولا هذو هما، باش نعرفوا بان هذوك الفلوس هذو ما مشاوش، ولكن راه مشاو للصحه ومشاو للرياضه.